نجحت مسابقة المحالب في مهرجان الظفرة منذ بدء منافساتها حتى الدورة 17 أن ترسم لها مكانة كبيرة لدى المهتمين بتربية الإبل داخل الدولة وخارجها، وأن تستحضر ماضي الآباء والأجداد الجميل، وكيف كانت علاقة البدوي بناقته، وكيف كان يهتم بتربيتها وتغذيتها حتى يستفيد من لبنها ولحمها ووبرها. ويعد حلب النوق جزءا من تراث الإبل، حيث تهدف المسابقة إلى اختيار النوق الأكثر إضرارا للحليب وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها نظرا لقيمة حليب الإبل الغذائية والصحية والتي تشكل ركنا هاما على مائدة أهل الإمارات. الحين طول عمر الشيوخ هي دعم في الانتاج، مثل العرابي يكون شوطين، شوط للشرايا وشوط للتلاد طبعا الانتاج، والخواوير كذلك، ومن بعد الأربعة شواط هذه اللي طلعنا دخلنا المياهيم طبعا في شوط، والمفتوح مهجنات كنن والضرائب تكنن في شوط واحد، ستة شواط. يتنافس أشهر ملاك الإبل المدرة للحليب في منطقة الخليج سعيا لاعتلاء عرش قمة المحالب في المنطقة في ظل دقة النتائج التي تحققها اللجنة المنظمة من خلال وزن كمية الحليب الذي تدره الناقة ضمن حلبتين صباحيتين ومسائية، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الغذائي والصحي للنوق المشاركة. وخصصت اللجنة المنظمة 60 جائزة قيمة لأشواط المسابقة، منها 40 جائزة لفئة المحليات و20 جائزة لفئة المجاهيم بقيمة إجمالية 1,800,000 درهم. المنافسات الخليجية هذا شيء مطلوب، وكل البدو في الخليج كامل هم على الناقة، من أصلهم على الناقة، عايشين على الناقة، ويوم تجي الناقة طول عمرك أي شيء طريقة فيها الناقة هم يمشون معها. ومع الإقبال المتزايد للمشاركين والأوزان الكبيرة التي تم تحقيقها في المسابقة والمنافسة الخليجية القوية، فإنه يمكن القول أن مسابقة المحالب نجحت في المحافظة على النوق الحلوب ذات الإضرار العالي، وساعدت في خلق سوق تجاري لملاك الإبل، مما يؤكد نجاح المسابقة في تحقيق أهدافها.